مشاهدي قناة شعب قناة شوف تفا، مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشرة من سوق الوازية. شكون فينا ما كيعرفش بويا الهوشة اللي نقدروا نقولوا ازيد من 30 عام وخدام في هذا السوق هذا كيبيع ويشري. بويا كيجيب لكم الهوشة، بويا كيجيب السلعة الرخيصة، بويا سوق الوازية والمغرب كامل كيعرفوا. بويا تفاجأ بهذا الشيء اللي وقع ليه من طرف بيع او الشراية ديال السلعة ديال البال كيف ما كنقولوا حنايا. بويا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نشوفوك ديما ضاحك، مالك كاعي اليوم بويا؟ السلام عليكم، تحية الإخوان الزبناء ديالنا وتحية الناس اللي كيتبعونا وتحية لبيع وشرايا وتحية لشوف تي في اللي الحمد لله ديما ناشطة معنا في السراء وفي الضراء وديما حاضرة معنا. أنا تخديت على العاتق ديالي باش ما نبقاش نتكلم على السوق لأن السوق توضحات الصور ديالو، ولكن أنا كيبان لي بعض التناقضات اللي ما رضيتش بها. حنا كنا كان كوفيد حتى كتعرفوا كوفيد السوق تحيد ما بقاش ماشي مشكل. بجهد السلطات وسيد الباشا وسيد القي وسيد العامل والمخزن الله يجازيه بخير حاولوا يرجعوا لنا السوق مع النضال ديال النقابه ومع هذا الشيء رجع السوق. فعلا رجع للسوق، جا السوق بنظام، النقابه كتنظم قادينا الامور هذه، فرشنا جينا فرشنا حطينا المسائل بخير وعلى خير، مقابلين الزبال مقابلين المسائل ديالنا مقابلين البيع والشرايا، كاين الاحترام كاين هذا الشيء كاين هذا الشيء كاين مشكل. شويه كنتفاجئوا واحد يعني المكتب ديال هاد صحاب الفيلا صابوا واحد المكتب ديال الجمعيه الله يجزيهم بخير، شغلهم هذاك صابوا مكتب الله يجزيهم بخير، كيقولوا كيدافعوا على السوق ماشي مشكل. اول محدين ما كنا ضحيه هو حنا اللي كنا مفرشين في هذا المكان اللي هو معروف اللي بين راهو قدام الفيلات ونظام. جاوا السلطات قال لك اسيدي غتحيدوا من هنايا، قلنا له يا سيدي ما كاين حتى مشكل، حيدنا تبعنا الاوامر ديال السلطات حيدنا. هذاك الشيء قانوني قال لك حيدنا سيدي حنا مع السلطه من اللي كيقول لكم اسيدي حيدوا من هنا حيدنا، ما كاين مشكل حيدنا بلا بديل. انا بعدا حيدت تما بلا بديل ما حيدتش ومشيت في بلاصه اخرى، حيدت ورحت واحد ثلاث شهور وانا مريح بلا بيع ولا والو. قلت انا سيدي خليك تدخل الفلوس باش غتصرف على الوليدات ثم الدار ابويا. كنشوف انا واحد القضيه انا كنتفاجئ ما كنعرفش الله تبارك وتعالى اللي كيرزقني اول حاجه لانني رزاق الله رزاق الله. انا ما عندي والو ما عندي حتى حاجه الا داك الشيء اللي كتشوفني كنبيع، ما كاينش اللي كيدخل لي حتى درهم، ما عندي لا وليدات كبار لا بنيات كبار لا يديك اللي يخليك. انا ساكن مع والديا وذاك الرزيق اللي كنجي نبيع عشره هو اللي عندي، والناس كلهم كيعرفوني في المحمديه وانا راك في الشوطيه معروف تمايا. والسوق حنا تابعين السوق مني كان في ضرب مراكش وحنا تابعين السوق، شي مني كان في ضرب مراكش وحنا تابعينه. المهم حيدنا ما كاين مشكل، ولكن انا ملي كيجيو عندي الناس كيقولوا لي يا خويا راه السوق البلاصه اللي كنتو حاطين فيها راه عامره، في السوق البلاصه اللي كنتو حاطين فيها راه عامره، كي غادي دير حتى ترتاح في جسمك في الذات ديالك بان واحد يحيدوك ويحطوا واحد اخرين. انت اللي ناضلتي وقاومتي ونوضتي قيام على السوق باش رجع وحاول ضحيت بالصحه ديالي كما عارفين انا ضحيت بالصحه ديالي انا كنت مكتبي كنت كناكل العصا في هذا السوق. في هذا السوق كناكل في النظام كنت كناكل العصا في السوق، راه كلشي المخزن عارفني وكلشي القياد الله يجزيهم بخير كلشي الحمد لله السلطه عارفني. رغم ذلك انا قلت ما كاين مشكل وحيت، جاوا الاخوان بقاو يطلبوا فيا ورجعت وفرشت واحد البلاصه راه كتشوف فيها راه بلاصه عامره تراب وهذه وهذه، قلت ما كاين مشكل هي اللي تشارشي فيها بويا وكلشي ولا كيجي عندك. ولكن دابا علاش كنشوف انا المكان المعين اللي كنا حاطين فيه اللي هو مزيان وخل علاش يعمر بناس اخرين؟ بغيت نعرف علاش حطوا واحد اخرين؟ شكون اللي حط هاد الناس؟ بغيت نعرف شكون اللي حطوا هذوك الناس؟ ولكن علاش ابويا حيدوكم نتوما وحطوا هذوك الناس؟ هذا الشيء اللي بغيت نعرف. انا كنعرف كاين النظام البلاصه دابا انا كنتفاجئ هذيك البلاصه دابا كنا حاطين فيها كل زبل، ورغم ذلك البيع والشراء كلهم عارفين. انا كانوا كيحترموني كيلوحوا كعيط والله العظيم كنقول لي سكعيط ديالك في العشيه ملي كنجمعوا كندور كاملين عليهم كنقول لهم اي حاجه خل... ودابا راه حاله كيدير حاله يرثى عليها راه هي كل زبولات صبحوا دوك الناس ديال الفيلات. الرئيس ديال الجمعيه ديال المشكور من هذا كيقول لي عاد تعالوا والله ما جي بصحابك تعالوا فرشوا تما راه كيحاربكم ولا تقول لك لا انا ولا كيقول لي تعالوا والله ما فيكم انتوما لان راه تقهر بالزبولات، ولا كيقول لي تعال ابويا الله انا مزوق في لما جيت صحابك وتعالوا فرشوا. يعني ولكن باش نهضروا منطقيين ابويا. نعم. واحد جاي كياكل الخبز. نعم. حنا غادي نقولوا انهم حتى الميك العمومي. نعم. على الاقل خلي بلاصتك نقيه. ما يخليوهاش، ما يخليوش بلاصه نقيه. انا شوف انا ماشي ضد دوك البيع والشراية، هذوك البيع والشراية اللي جاوا فرشوا ديك الباكر الله يسهل عليهم يحطوا، انا كنشوف علاش التناقضات نهزوا حنا نحيدوا تحطوا واحد اخرين. ما يمكنش، راه ما يمكنش حيد انا ويحط واحد اخر. ما يمكنش البيع والشراء يحيد بلاصه ويحط واحد اخر، انا كنلعب واحد البلاصه يعني منوع منوع. واخا بويا منوع منوع. كنعرفوا غتكون شي سوق تكون هناك نقابات تكون هناك جمعيات اللي مقابلين هذا السوق هذا. واش هنا ما كاينش جمعيات؟ خويا كاينه نقابه. كاينه نقابه مكونه ربما راه الصلاحيه ديالها غتكمل في هذا العام. ولكن شنو اللي هاد النقابه شنو قالوا من بعد ما حيدوكم انتوما؟ علاش حيدوكم انتوما وداروا واحد اخر؟ وحتى انا النقابه انا راك انا عضو في النقابه انا راه عضو في النقابه انا حاليا دابا عضو في النقابه. راه انا عضو في النقابه وانا ضحيه راه عضو في النقابه انايا.
ولكن ملي جات النقابه مشينا ريحنا مع سي القيد اللي هو جديد على المنطقه في ديك اللحظه ريحنا معاه وقال لك واحد زائد واحد جوج ثلاثه لكن مشينا معاه في الخط يعني ما كاين حتى مشكل سي القيد مشكور توا من هذا البربر راه كيغوتوا عليه في اي وقت كيغوتوا عليه كيجي يجري فهمتي ولكن حنا مشينا ريحنا مع القايد درنا مع التزامات كنقابه التزمنا بان ديك البلاصه تبقى خاويه ما يحط فيها حتى شي واحد انا بغيت ديك البلاصه تبقى خاويه ما يحط فيها حتى شي واحد حتى بوي بزاف ديال الناس غيقول لك والسلطاش ما دايرينش خدمتهم السلطاش دابا واش بوي بيني وبينك والسلطاش يعني غيبقى واحد يعني ديال القوات المساعده واقف عليك تحك كاغيط يقول لك زق كاغيط يعني داك الشيء راه خاصو بنادم يبدل من راسو انا شوف اسي وقوش ديما يحمل المسؤوليه انا ما كنهضرش على الكاغيط انا ما كنهضرش على الزبل الزبل كاينين الناس كيحيدوا مورا راه كاين الناس راه كاين بعض الخطرات كيمشيو الناس كيمشيو على الباشا الله يجزي بخير كيطلبوه كيجي مسكين كيصيفط الناس ديال الزبل كيحيدوا شوف انا كنهضر على بياعه وشرايه خاصهم يتنظموا في هذا السوق ما مرضش بسبب العشوائيه بويا السبب العشوائيه راه السبب العشوائيه هي العشوائيه ديما العشوائيه حنا بحتاج الى السوق بغينا يتحول كما كنا عرفنا وكما سمعنا قال لك غيتحول في راس العام ابويا كنقولوا حنا هذا السوق خاصو يتحول لان السوق عنده تاريخ راه ما يمكنش يتلغى السوق اللي عنده تاريخ ما كيتلغاش حنا كنطالبوا سيد العامل من هذا المنبر والناس اللي مكلفين والناس ديال الجهه الله يجازيه بخير والوالي ديال المنطقه اللي معروف الله يجازيه بخير بغينا هذا السوق هذا من هذا المنبر الله يجازيك بخير سيد الوالي والله يجازيك بخير سيد العامل الى يديروا بهذا السوق وياخذوا العين الاعتبار به لان علاش حنا الاغلبيه مفرشين في الاراضي ديال الموليه دابا راه غدير تغدى ديك البلاصه غير شي هذيك البلاصه حاط فيها دابا غيجي مولاي ويبغي يبني انت ما كتشوف الباطيمات هي كتبقى تمشيو ابويا هذيك الساعه فين غنمشيو خاصهم هما يورونا فين غنمشيو حنا نضيعوا راه كاين اكثر من 3000 واحد من المنطقه من خلي البراني من المحمديه كيبيعوا شنو في السوق اكثر من 3000 اللي عندنا حنا عندنا في الليسته ديالنا لان اكثر من 3000 واحد كتبارص في هذا السوق كيدوا ما ياكلوا فيه فين غيمشيو يعني هذا السوق خاصو بديل خاصو يحطوا في واحد المنطقه اللي معروفه واحد المنطقه اللي زوينه وموسعه وتكون بلا الضباب وتكون هذه وتكون هذه وهذا الشيء هو اللي خاصو يكون واخا بويا دابا انت 30 عام وانت كتبيع وتسري هنايا نعم خويا شنو استفدتي ملي جاو حيدوك هاد الناس كانني كان ما يكون انا ماشي قضيت لي 30 عام بقات فيا الوقت اللي انا اللي كتسبب في هاد السوق باش تحط بحال الحقره وبحال وانا السبب انا السبب هاد الناس كلشي اللي كيتسلطوا انا السبب في هادشي كلشي اللي كتشوف فيه انا السبب باش تحط السوق لان السوق ما كانش في كورونا تحيد ولكن كان لقاء مع الناس ديال السلطه والناس الله يجازيهم بخير وهذه كانت واحد التزامات السوق كان واحد التزامات وداك الشيء قالوا سيروا تصقوا الله شوفوا بلاصه معينه حيدوا من الشارع لان كنا كنحطوا حنا في طريق ديال الطروط قال لك ديك البلاصه بعدوا منا هذاك خط احمر سيروا قلبوا على شي بلاصه وجينا هذه البلاصه اللي كتشوفوا هي مضربه هنايا وحطينا فيها وصوبنا وقادينا يعني حطينا ودرنا كليير وقادينا الامور كيقول لك اسيدي نوضوا حيدوا من هنا واخا بوي الناس المسؤولين اللي كانوا كيشوفوك دابا اش بغيت تقول لهم استاذ الناس ديال المسؤولين انا كنقول لك المسؤولين الله يجازيكم بخير انا راه ما كنطالبش في البلايص ولا كنطالب في البيع واش تحيدوا ولا حيدوا هذا وحطوا هذا كنطالب في السوق السوق يعني ياخذوا بواحد الوقت يعني بسرعه باش يحطوه في شي مكان اخر كما قلتي انت اللي هو معين وعنده الصفه ديال السوق ومزيان وما تعذب فيه لا سلطه ما يتعذب فيه لا بيع وشراي وتكون الامور مزيانه وتكون داك الشيء مزيان حتى السوق دابا عشوائي حتى بالمسائل ديال الماديات راه كاين البيع وشراي اللي كيجي للسوق كيطلع لي السوق 100 درهم على ذيك راه هادشي غندخل معاك واحد الموضوع ابويا كنهضروا هنايا على الصنك بزاف ديال الناس كنعرفوا الصنك مديول يعني واحد الثمن واش محددين لكم شي ثمن ديال الصنك هنايا ولا لا ما كاين حتى ثمن لا والو اسمح لي ما كاين حتى ثمن كنتلاقى مع واحد جا عنده بلاكار ديال برا كيقول لي شحال خلاص يقول خلص 100 درهم لا ما عطيتيها ما عارف المنطقه هو دور صوف كيف قطعت 100 درهم ما عرفتش شنو كيعطى ما كنتلاقى معهم السوق انا كنتلاقى معهم السوق كنشوف اللي كاري السوق اللي هو معين وداير الناس اللي هما متبعين بغيت نعرف اللي كاري السوق شحال كيتخلص انا كبير كياخذ 10 درهم من حدايا انا من عند الناس كياخذ 10 درهم 90 درهم شنو كياخذ ابو الله اعلم انت دور شوف انت تلاقى مع واحد عنده بلاكه ديال برا كتشوف انت جاي عند السيد قول لي الله يخليك شحال خلص هذا يقول لك لا طلع لي السوق كاين 100 درهم كاين شي عنده هذا ياخذ وشي عنده هذا ياخذ وشي عنده هذا ياخذ شكون هما الله اعلم ولكن الصنك ب 10 دراهم والسوق حنا كنعرفوا كاري واحد 10 دراهم وشوف 10 دراهم و100 ريال ديال الطوموبيله هادشي اللي هو قانوني في هاد السوق شكون اللي كياخذ دوك الفلوس الله اعلم ما عرفتش شكون اللي كياخذها 85 درهم فين كتشوف كاينه 85 درهم السوق يطلع الواحد هنا عنده مازال الناس المحليين راه شويه فاهمين ولكن الناس والله الا الناس ديال برا كلهم هربوا اخويا راه قبل هادشي من السوق ديال الويزيه هاد السوق ديال الويزيه كان تاريخ يا صاحبي راه عنده تاريخ راه الناس كلهم كيتصنتوا ليا والناس اللي فاهمين السوق السلعه في اوروبا راه كانت موجوده بويا ما بقاش فين يفرشوا الناس هربوا هرباتهم مشاكل ديال الفلوس وهرباتهم حتى البلاصه فين غيفرشوا ما كايناش السوق مضيق ما كاينش فين كيفرشوا كنت كتشوف الناس فرشينا في الشانطيات فهمت شوف الناس فرشينا في الشانطي يعني ما كاينش فين يفرشوا الناس ما كاينش فين يفرشوا بلاصه معينه اللي غيحط فيها وغيتستقر كيما الاسواق اللي كنشوفوا هنايا ما كاينش هاد السوق هاد السوق ما عندوش نموذج زوين انت كتشوف دابا هاد الخضره في كاينه شوف الخضره في كاينه راه الخضره كاينه ليه
خذ الله ربطيمات ياك. شوف الناس ديال مارين البالو ديال مارين 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 راما. شوف شوف راما. شوف الناس ديال اللي كيبيعوا سبحان الله راما في الغابه. راه الغابه بالله شتي الغابه راه شتي عشوائيه. شوف واحد يا خويا تام راما حاطين في الشانطي ياك شوف فيهم. ها وحدين حاطين هنا ها وحدين حاطين هنا. اش هاد الحاله هذه؟ على هذا خاصو يكون ديال الباراطون ولا بغى يدور في السوق يتقدى؟ السوق كيجري. شوف اسيدي السوق كيجري. شوف السوق راه كيجري وكيل الملك كيجي الرئيس كيجي كلشي. الناس كتشوفوا بلا كيجيو السوق الله يجزيهم خير. سوق محترم كيجيو يتقداو ياخذوا بياسات لان السوق شوف اسواق في اوروبا معروفه. راه كاين اسواق في اوروبا حنا عندنا اسواق في المغرب. اسواق في اوروبا راه منظمه وزوينه وبخير وعلى خير. طويبلات المسائل نقيه باراسول الطوموبيله ديالك كتغدى المسائل هذيك كتبيع وتشري كتجمع المسائل ممنوع البوينت ما تلقاهاش وشبعوا المسائل وزيد في حالك. علاش حنا ما يديروش بحال هكا؟ اسواقنا نموذجيه زوينه. واخويا بغيت انا على فهد المحمدي انا علاش ما فيها سوق نموذجي زوين؟ بغيت نعرف علاش شنو واحد دار باش يعلمني يا صاحبي؟ شنو واحد دار باش يطابوي؟ دار سوق نموذجي علاش باقي ما محلوش؟ حتى سوق نموذجي سير تشوف حالتك السوق والله العظيم تتبكي. والله تتبكي اقسم بالله تتبكي. السوق هذاك السوق سير تبكي. تصور كله صاحبي طالع بالزباله ديال الفوس وكله هابط. راه هذاك السوق شي هذاك السوق هذا سوق نموذجي وهذاك السوق وانا تقول ما شفتش حتى حبويا. السوق بعد اللي جاو يقلبوا عليه راه خاص ماليه اللي البلاو خاصهم يمشوا للحبس. خصهم يمشوا للحبس. انا ما نقولش علاش 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 تبنا ديك الارض ولكن هذوك اللي بناوه خصهم يمشوا للحبس لان الميزانيه ديالنا رزقنا باش تبنى. راه ما بناش برزقه راه بناه برزقنا. اسواقنا نموذجيه خاصها تكون بين اللويزيه وبين الناس ديال المحمديه. فين يستقل بيع وشري وبيع وشري. راه ما يمكنش. احنا برونسي تبارك الله شفت شحال من سوق نموذجي. المغرب كامل. اه في كل مشكل اسواقنا نموذجيه مخير. ما مشياش ولكن اصاحبي هاد الناس هادو ما فهمت فيهم والو انا. والله العظيم هاد الناس ما فهمت فيهم حتى حاجه. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه المحمديه هذا هو بويا اللي نقدروا نقولوا المعاناه ديالو. الله يدير لهم شي تاول ديال الخير. الى هنا مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تفان كتافي وبهذا القدر على املاقكم باش مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.